طيب تعالوا نروح لخبر عاجل دلوقتي حالا. امبارح بعد مباراة المنتخب مصر امام الرأس الاخضر شفنا خروج محمد الشناوي، وكان يعني اصابته في نهاية المباراة أشعة النهاردة لمحمد الشناوي، الأشعة أثبتت خلع في الكتف وغيابه عن جميع مباريات البطولة. محمد الشناوي مش هيستكمل خلاص مباريات البطولة، الأشعة أثبتت خلع في الكتف وإصابة قوية لمحمد الشناوي. بنتمنى له يا رب إن شاء الله الشفاء العاجل. ده خبر عاجل يعني كان دكتور المنتخب محمد أبو العلا امبارح بعد نهاية المباراة، وقال إن شاء الله هنجري أشعة لمحمد الشناوي وهنقول لكم آخر النتائج. فأثبتت الأشعة خلع في الكتف لمحمد الشناوي وغيابه عن جميع مباريات البطولة.